يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سوبر ليج. وكل عام وحضراتكم بالف خير بعد الرجوع من اجازه العيد الاضحى. ناس كسلانه شويه، لكن الامور تمشي ان شاء الله، ويبقى يوم بعد التاني تستعيد النشاط في كل واحد في اشغاله، في الدراسه، في اي حاجه ممكنه. فكل سنه وحضراتكم بالف خير. حلقه جديده من سوبر ليج، وهي حلقه خاصه وحلقه استثنائيه. ليه حلقه استثنائيه؟ لانه النهارده عندنا احتفاليه لواحد من اهم المدربين المصريين في الخارج، واحد من الناس اللي قدر يعمل شغل قوي جدا في الدوري المغربي، وهو دوري قوي بطبيعه الحال. راجل بيقود اولمبيك اسفي للمره الاولى في تاريخه، انه اولا يكون رابع الدوري المغربي، وحلم اللعب في افريقيا في الكونفدراليه يبدو وارد جدا بالنسبه لنجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق الكابتن طارق مصطفى، اللي هيشرفنا وهينورنا في الجزء الثاني من حلقه النهارده. وهي حلقه خاصه احتفاليه بيه اولا، ثم الحديث على بعض المحاور المهمه جدا جدا فيما له علاقه بقصته مع اولمبيك اسفي في المقام الاول، وكمان في الشكل العام في الدوري المغربي. الناس اللي خدت خطوه وسبقتنا شويه في بعض الامور، كيف حدث ذلك وازاي احنا نكون على نفس الدرب وعلى نفس المنوال. شويه قصص معانا في الاول كما هو الحال في سوبر ليج. والحقيقه انه اول موضوع معايا له علاقه باخر حاجه كنا ختمين بيها حلقاتنا قبل العيد، والخاصه بزياره جوارديولا. جوارديولا قال: هسأل مدرب الزمالك صديقي عن تدريب المنتخب المصري، وكان يقصد أوسوريو. والمتعارف عليه القصص اللي انت عارفها دايما، ان أوسوريو ده كان الراجل اللي جاب السلم علشان يطلع ويكون موجود فوق سطح عمارة علشان يقدر يبص على تدريب ليفربول، ولما كان الجو بيمطر كان بينزل يتفرج من الشباك على التمرين عشان ما يضيعش دقيقة. واللي انت اكيد عارفه ان الراجل استأذن سير أليكس فيركسون عشان يخش يحضر معاه بعض الحصص التدريبية علشان يتعلم حاجات. وقال أوسوريو عن الموقف ده انه سير أليكس رغم انه كلامه كان قليل، لكنه قال كلمتين او جملتين بالنسبة لي كانوا اهم حاجة ممكنة. كان ايه الجملتين؟ ازاي تعمل تدوير في الفريق، وبتعمل التدوير ليه؟ ويقول أوسوريو عن الفترة دي انه انا استفدت بالنصيحة دي على مدار شغلي بالكامل مع الأندية أو مع المنتخبات. أوسوريو ظهرت له صورة شهيرة في 2019 مع بيب جوارديولا ومع مايكل أرتيتا خلال تدريبات الأرسنال، خلال تدريبات مانشستر سيتي. واعتقد الكثيرين أنه المسألة زيارة. الراجل اشتغل في سيتي قبل كده أولا ككونديشنينج كوتش أو فيزيكال كوتش، راجل بدني في المقام الأول قبل ما يشتغل مساعد مع كيفن كيجن. لكن الحقيقة أن الصورة دي كان ليها مناسبة مهمة جدا، ذكرها موقع جول اللي قال عن الصورة دي أن الراجل كان في طريقه للحصول على شهادات التدريب الخاصة بيه، شهادة البرو، وكان بيحضر تدريبات جوارديولا. بعد ما الصحفيين سألوه ايه سبب الزيارة اللي موجود هنا النهاردة، فرد عليهم وقال لهم انا موجود هنا النهاردة علشان اقدر اعرف ازاي بيب جوارديولا بيقدر يغير 3 أو 4 اماكن في ارض الملعب بالسهولة وبالسلاسة اللي بيعملها دي. دي قصة الصورة. لكن قصة أوسوريو مع مانشستر سيتي فيها تفاصيل كتير جدا احنا ما كناش نعرف عنها حاجة. وكالعادة كعادة سوبر ليج في المواقف دي، دخلنا ودورنا ولمينا كل الحكايات علشان حضرتك تعرف ان الراجل ده عمله واجتهاده ونجاحه مع المنتخب المكسيكي، وحاليا الاداء اللي شايفينه مختلف نسبيا مع الزمالك ما جاش من فراغ. القصه بتبدا من انه مانشستر سيتي في بدايه الالفيه جاب مستشار تقني اسمه مارك بيلامي. الراجل ده كان شايف حاجه مهمه جدا، قال لهم احنا مش يونايتد ولا يمكن هنقدر نجاري يونايتد او الفرق الكبيره في السوق والصرف. كانش يعرف اللي هيحصل بعد كده. فالحل ان احنا نبدا نشتغل على لياقه اللعيبه البدنيه، انه ازاي اللعيبه ما تتصابش. فاقترح، قال نجيب مين؟ احنا نعمل اعلان. عمل اعلان في جريده عن ان احنا محتاجين حد يشتغل عندنا في مساله اللياقه البدنيه ورفع الكفاءه الخاصه باللاعبين علشان ما يحصلش اصابات. وتقدم بعض الاسماء، كان من ضمنها أوسوريو اللي الراجل ده كان على معرفه بيه، لان أوسوريو شخصيا كان دارس اولا علوم ودارس تدريب وراح جامعه ليفربول يكمل دراسات. فبيلاني حط اسم أوسوريو مع 3-4 اسماء كمان في الليست اللي كان موجود وقتها. بيقول الراجل على لسانه ان أوسوريو اقنعنا عن كيفيه دخول العلم هنا
الكلام ده سنة كام؟ 2001، قبل كل اللي احنا بنشوفه والاستشفى والأجهزة والحاجات وكل الحاجات الجديدة، ده ما كانش موجود وقتها. وسوريو كان بيقول لهم انه في جزء علوي من عضلة الفخذ ده بيساعد اللعيبة على كيفية التصويب بتكنيك معين، وقعد شرح بعض الأمور الخاصة بهذه القصة عشان يقدر يقنعهم بالقصة اللي شبه دي، وقال لهم انه في اصابات بتحصل للأنسجة الرخوة اللي موجودة عند اللعيبة، وفي طرق نقدر نحسن بيها الامور دي بعد كده. اتكلم على العضلة الصغيرة اللي في الجزء العلوي من الفخذ دي، ان دي مفتاح التسديد الجانبي للكرة، اللي انا عمال بحكي ده كله نشر في ذا جارديان من جوناثان ويلسون، هو اللي نشر القصة دي كاملة. فبيقول مارك بلامي اقتنعنا باللي هو عرضه علينا وابتدى يشتغل معانا. لما اشتغل كفيزيكال كوتش بعد فترة اشتغل كمساعد مع كيجن، لحد ما جت اللحظة اللي بيعتبرها الكثيرين في انجلترا واحدة من اهم اللحظات في تاريخ انجلترا بالكامل ومن اجمل المباريات في التاريخ. سيتي بيلاعب توتنهام، الشوط الاول 3-0، توتنهام كسبان 3، بيطرد لعيب من مانشستر سيتي وبتحصل ازمة كبيرة جدا جدا في المباراة، واللعيب اللي اطرد ده هو لعيب كان معروف انه الراجل ده اسمه جوي بارتن. جوي بارتن ده كان مجنون، وقال قبل كده اتريق على زلاتان ابراهيموفيتش انه مناخيره كبيره ومجنون يعني، ده كان في الكاس. المهم طرد الشوط الاول، فداخل اسوريو بين الشوطين مع كيجن ومع مساعد كيجن الاخر اسمه كوكس. القصه دي من موقع لاباتريا والكاتب هو اوزفالدو هرنانديز، قصه الماتش ده. فاللي حصل انه كيجن بين الشوطين بيتكلم مع كوكس ومش سامع اي حاجه بين اسوريو. اسوريو يرفع ايده علشان عايز يتكلم، كيجن متضايق من حاله الطرد ومش شايف حاجه غيرها، لدرجه انه الازمه اللي حصلت واللي اشتهر بسببها القصه دي كلها، ان مساعد كيجن كوكس اللي كان مع اسوريو مسك كوبايه ميه سخنه ودلقها في وش بارتن، وقامت خناقه كبيره في غرف خلع الملابس، واحده من اعنف الخناقات في تاريخ الكوره. اسوريو لما لقى ده بيحصل، الوقت خلص نازلين، فجاب اللعيبه على جنب لهم بصوا مفيش وقت. اللي انا اعرفه ان شفت في مباراه من المباريات ارسن فينجر اطرد من عنده لعيب، الشوط الثاني لعب بطريقه 4-3-2 بعد الطرد، ثلاث محاور من غير بلاي ميكر واثنين قدام، انزلوا والعبوا على الهجمات المرتده. ينزل سيتي يجيب جون في الثاني، في الثالث من هجمه مرتده من نجمه وقتها شون رايت فيليبس، ثم الرابع ويفوز سيتي على توتنهام 4-3. شاهد ان الموضوع بعد المباراه شون رايت فيليبس اتكلم مع اي اس بي ان، قبل ما نشوف الهدف واللي حصل اتكلم مع اي اس بي ان، قال لهم الراجل اسوريو، الراجل اسوريو ده من الديلي ميل، قال لهم اسوريو طريقه التدريب اللي احنا بنخضع ليها هي اول مره اشوفها في انجلترا، التدريبات نفسها اللي بتحصل في ارض الملعب اول مره اشوفها، الراجل ده كان اول حد يدخل هذه النوعيه من التدريبات في انجلترا. الاول درس ثم حرص على انه يشاهد تدريبات ليفربول ثم الحضور مع أليكس فيركسون عشان يتعلم ازاي يعمل تدوير في القوائم، ثم شاف حاجة عند أرسن فينجر كانت سبب انه يخلي سيتي يعمل معجزة وريمونتادا 4-3 على توتنهام، وبجانب كل ده اشتغل تدريبات بدنية تخصصية وانواع معينة من التمرينات في ارض الملعب علشان يقدر يوصل في النهاية ان عند يبقى عنده جزء كبير من العلم بخلاف اللي هو درسه في الاساس. وبالتالي لما جوارديولا يقول على اوسوريو صديقي اللي انا اعرفه، يمكن يكون عرفه في 2019 لما راح يزوره، لكن القصة الخاصة بسيتي وتوتنهام اللي حصلت في 2004 هي قصة عرف العالم بها كل أسوريو، وربما تعادل في انجلترا، في انجلترا صخبها وسطها اللي عمله مع منتخب المكسيك في ألمانيا في كاس العالم. تعالوا نشوف الهدف الثالث اللي بحكي عنه من هجمة مرتدة تكفل أسوريو برسمها، ونتفرج على احتفال اللعيبة معاه بعد نهاية المباراة، والراجل اللي سجل الهدف الرابع معاه بعد نهاية المباراة، والكلمة الشهيرة فاموس انه الفريق قدر يكسب. نشوف ونرجع نكمل كلام.
last 11 minutes. There's no doubt City will press forward here. It's Wright Phillips. Wright Phillips has made it 3-3. Fantastic. It's one of the greatest FA Cup comebacks in the history of the competition. Those City fans cannot believe what they've just witnessed. City, three down at half-time, a man down at half-time, their best striker off. There it is. The second half revival begins. Distown with a header. Gardner deflected in a shot from Boswell. Short right Phillips with 10 minutes to go into round five. And a meeting with... مارسيل كولر طلب من اللجنة الفنية ومن إدارة الأهلي التعاقد مع خمس لعيبة في خمس مراكز. مركز منهم معروف هو الباك الشمال بديلا لعلي معلول، قلب دفاع، لعيب نص ملعب بدل حمدي فتحي، مهاجم وده قبل أي حاجة، وكانت المفاجأة في جناح أيسر. وبدأ الأهلي يدور، وقال الكابتن خالد المرتجي إنه بندور في أفريقيا، وكابتن هاني رمزي بالتعاون مع مجموعة بيدور على بعض الأماكن اللي موجودة علشان نقدر نجيب لعيبة يستفيد منها الفريق، وبعد كده ممكن تسوقها ويبقى دخل ليك تجيب بيه لعيبه وهكذا وهكذا وهكذا. عايز اقف عند ايه؟ عايز اقف عند خبر مهم جدا نشرته الصحافه التركيه اول امبارح عن رغبه حقيقيه داخل جدران الاهلي للتعاقد مع تريزيجيه. ترابزونسبور اشترى جناح المنتخب الكرواتي جناح ايسر، واصبح عنده الرفاهيه انه ممكن يستغنى عن تريزيجيه. خبر من الصحيفة التركية فوتوسبور انه الاهلي عارض 4 مليون دولار من اجل التعاقد مع تريزيجيه. كويس، الكلام ده بيحصل ليه؟ الاهلي بيدور على جناح ايسر يلعب بيه في كاس العالم للاندية. خلصنا فكرة الدوري وافريقيا والكلام اللي شبه ده. استعداد الاهلي النهاردة واستعداد كولر النهاردة ان انا عايز اجيب لعيبة في اماكن معينة، خمس لعيبة في خمس اماكن، علشان لما اروح العب في كاس العالم للانديه ابقى قد اللي انا هلعبه، او على الاقل يبقى شكلي كويس. تريزيجيه تحديدا هو اختيار في منتهى الذكاء، سواء جه او ما جاش. ليه؟ تريزيجيه السنه دي، علشان بس انت عرفت ان هو اتصاب كتير فتشعر انه ارقامه كانت عاديه، لكن ارقامه في الدوري التركي ما كانتش عاديه. تريزيجيه لعب الموسم ده 41 مباراه مع الفريق، ساهم في 23 هدف ما بين 13 تهديف و10 صناعه. جناحين الاهلي السنه دي بيرستاو وحسين الشحات. بيرستاو لعب 33 مباراه، ساهم في 13 جون ما بين تسجيل وصناعه. وحسين الشحات لعب 32 مباراه، سجل 8 اهداف وصنع 10، يعني ساهم في 18 هدف. فتريزيجيه في الدوري التركي سجل وصنع وساهم مع الفريق بمجموع اعلى من حسين واعلى من بيرستاو. وفي دوري بطبيعة الحال هو أصعب، ومع فريق مش هو بطل الدوري. يعني خلي كل الأرقام دي على جنب لأنها غير مهمة قياسا باللي احنا هنشوفه. أول لقطة تفتكرها لتريزيجيه السنة دي هو هدفه الرائع في مرمى منتخب بلجيكا. تريزيجيه وكورتوا، كرة بتتلعب له في ظهر خط الدفاع، وبيروح تريزيجيه في الهدف الشهير علشان يروح ويضرب خط دفاع المنتخب البلجيكي ويسجل الهدف في مرمى كورتوا بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه. بيروح وبيقطع بشكل سريع، بينفرد بكورتوا وبيحط الكره داخل الشباك بمنتهى الهدوء. ودي اول ملحوظه كانت بالنسبه لك واقف عندها مع تريزيجيه اللي كان بيضيع كتير في الوقت ده. حلو كده. نبص بقى على جوانه في الدوري التركي، كوبي بيست من اللي انت شايفه ده. تريزيجيه بيقطع في ظهر الدفاع دايما، بيستلم بيروح تجاه المرمى مهما كانت الوضعية، على يمينك وهتودي على البعيدة ماشي، ادي واحد. اللي بعدها نفس القصة بالظبط، يستلم تريزيجيه الناحية التانية في ظهر الدفاع داخل المرة دي في منطقة قريبة نسبيا مش متطرفة، يحط الكورة في الضيقة مش في البعيدة. وبالتالي بنتكلم على تحسن ملحوظ في كيفية القطع ورا خط الدفاع مهما كان المكان. كرة جاية طولية من ورا لقدام زي منتخب مصر، او حاجه على الارض من مسافه قريبه زي ما حصل هنا مع ترابزون. حاجه تانية، اشتهر تريزيجيه سلبا قبل كل الكلام ده بالارتو اللي في السماء. افرجك على ارتو، راها اندريا بيرلو المدير الفني اللي كان حاضر في هذه المباراه واللي كان بيدرب الفريق اللي كان بيواجه تريزيجيه. الراجل استلم من حدود منطقه الجزاء، جاب الكوره على يمينه
وشاط في المرمى في مرمى فاتح كرة جمرك الفريق التركي. أرتو رايحة بمنتهى الحرفية والقوة. الأكتر من ده إنه تريزيجيه في الفينش بتاعه أصبح عنده حدة كبيرة جدا. يا جماعة الموضوع مش بس إن هو بيسجل وبيصنع أكتر من جناحين الأهلي. الفكرة هو الجون بيجي إزاي. والدقة في الفينش اللي كان مفقود عند تريزيجيه في أوقات كتيرة جدا بقى عامل إزاي. تبص على الفينش دلوقتي الراجل أصبح حاد جدا في طريقة تسجيل الأهداف. أدي واحدة على البعيدة تروح. اللي بعدها على القريبة تروح بنفس الطريقة تقريبا. انت الكرة دي كأنها بتباصة دي محطوطة ببطن الرجل في البعيدة. فبنتكلم على راجل اصبح عنده تنوع كبير جدا في مسألة انه يكون في مركز الجناح، وبالتالي وجوده للأهلي هو وجود مفيد جدا. اخر حاجة هنا، احيانا الأهلي يدور على جناح يقدر يلعب رقم 8. لما سألت كابتن ضياء السيد على تريزيجيه فقال لي نجاحه في رقم 8 مع كيروش كان اعلى من زيزو على سبيل المثال، جناح بيلعب 8. ففكره ان تريزيجيه بيلتحم اكتر، بيقطع اكتر، بيرد علشان يساعد الدفاع اكتر، بيقود الهجمه من بدري من منطقه بعيده ويبدا يشد الفريق وراه. زيزو جناح اكبر، عرضيات متقنه اكتر، لكن بتكلم على فكره قد يحتاجها الاهلي مستقبلا لو حب يلعب في المكان ده بدل حمدي فتحي في بعض الاحيان. وبالتالي هي حاجه مهمه جدا بالنسبه للاهلي سواء تمت او ما تمتش، فهو موسم ممتاز لتريزيجيه. اخر حاجه قبل الفاصل، اخر حاجه قبل الفاصل، منتخب المغرب الاولمبي عامل اداء ممتاز في بطوله افريقيا. فوزي لقجع تحبه او ما تحبوش مش قصتنا، لكن الراجل عمال بيعمل سي في غير عادي. كانت النقطة السلبية الوحيدة في مسيرة فوزي لقشع في قيادة الكرة المغربية حاجة واحدة، المنتخب ده، لأنه المغرب ما كانتش بتروح الأولمبياد. فقرر لقجع أنه يكرر تجربة الرجراجي بنفس الترتيب تقريبا. بمعنى المدير الفني عصام الشرعي، المدير الفني لمنتخب المغرب النهاردة اللي يا رب نواجهه في النهائي إن شاء الله وتكون مباراة ممتازة بين مصر والمغرب، الراجل ده تم اختياره بعد ما الحسين عموتة مشي وراح الوداد. وقتها الصحافة والإعلام المغربي سأل اشمعنى عصام الشرعي مش أي مدرب محلي؟ الإجابة إن فوزي لقشع عمل اجتماع مع كريس فان بويفلد ده المدير التقني للجامعة الملكية المغربية. بسبب إن عصام الشرعي كان شغال في بلجيكا وكان بيتابع اللعيبة الموجودين في أوروبا زي صابري وزي شادي رياض وزي اللعيبة الموجودة في أوروبا، تم اختيار الراجل ده تحديدا علشان يكرر نفس التجربة بتاعت الرجراجي. فالأمور مش بالصدفة، رغم أنه أداء المنتخب المغربي فيه علامات استفهام في بعض فترات المباريات، لكن تم اختيار الراجل ده على حساب مديرين فنيين كتير لأن الموضوع مخطط. وتاني بقولها، المغرب وحتى مالي عندها 3 لعيبة قيمتهم التسويقية معدية 6 مليون يورو. المنتخبات دي أدركت انه اللعب على العنصر الموجود في الدوري المحلي ما هوش كافي علشان لما تروح الاولمبياد، فابتدى يشتغل على اللعيبه اللي موجوده بره. كل اللعيبه اللي سنها صغير هات 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 وشغل على طول عبال ما اكتشف واشوف الناشئين وقواعد الناشئين. والله اعلم في المغرب قواعد الناشئين عامله ازاي، عندي لعيبه جامده ولا ما عنديش. هو خد الطريق السليم. في مغاربه كتير بيلعبوا كره بره، تعالى يا عصام لم اللعيبه الموجوده كلها. وده اللي حصل، أمتع وأفضل وأكثر اللاعبين إقناعا وشخصيا، متخيل مكانه قريب جدا في المنتخب المغربي. قلتها الحلقة اللي فاتت، صابري عظيم، واحد من اكتشافات عادل رمزي بالمناسبة، لكن عظيم. فكان الاختيار إنه الجيل ده شاف فوزي لقشع إنه فيه مهارات وفيه بوتنشال يوصلك أولمبياد، فلازم تاخد نفس الخط بتاع الرجراجي، وهو ما حدث بالفعل. استغل المغرب عامل الارض والجمهور واللعيبه وزلزولي وكل الكلام ده تمام جدا، لكن الفكره نفسها ان الراجل ده قدر انه يكون الفريق ده في معدل زمني قليل، تجيب كل انواع المهارات اللي موجوده عندك، فهو يستحق التحيه ويستحق التقدير على العمل المنتخب المغربي في انتظار ما ستسفر عنه البطوله. اعتزال فابريجاس وانيستا، اعتزال فابريجاس نشوف أهم محطاته وفصل ونرجع نستقبل نجم النجوم الكابتن طارق مصطفى نتكلم معاه في أمور كثيرة جدا. خليكم معنا في سوبر ليج.
صولات وجولات للمدربين المصريين في الخارج، شهدت العديد من النقاط المضيئة في تلك التجارب وتحديدا في الدول العربية، وآخرها تلك التجربة الموفقة التي كان بطلها طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق، والذي وضع بصمته الذهبية مع فريق أولمبيك أسفي بالدوري المغربي. طارق مصطفى هو آخر سلسلة نجاحات الفراعنة على الصعيد التدريبي، لكنه حتما لن يكون الأخير وأبدا لم يكن الأول. ولعل أبرز من في هذه القائمة الجنرال الراحل محمود الجوهري، الذي لم يكتفي بصناعة اسما أسطوريا في مصر، بل امتد مجد أفكاره التدريبية إلى القارة الأسيوية مرتين. الأولى كانت مع المنتخب العماني في كأس الخليج عام 1996، والثانية كانت هي الأشهر والأنجح مع منتخب الأردن، حيث كتب التاريخ معه بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2004، وأصبح خلال ولايته معشوق الجماهير الأردنية. الأمر تكرر من جديد مع العميد حسام حسن، الذي وصل بمنتخب الأردن إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2014 بعد عبوره الملحق الآسيوي، وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة النشامة للمونديال لولا عقبة منتخب أوروغواي، ومن قبله علاء نبيل الذي قاد منتخب شباب الأردن إلى مونديال 2005. أما المعلم حسن شحاتة المدرب التاريخي للفراعنة، فقاد عربيا عدة أندية، أبرزها الوصل الإماراتي، المريخ السوداني، أهلي بني غاز الليبي، العرب القطري، ودفاع الحسن الجديدي المغربي، ومن قبله طه إسماعيل الذي قاد المنتخب السعودي وأهلي جدة والنصر الإماراتي وغيرها من الأندية العربية الكبيرة، وحسام البدري الذي قاد في السودان فريق المريخ وحقق معه لقب الدوري، وفي ليبيا قاد فريق أهلي طرابلس، وفي الجزائر وفاق سطيف، وتولى مؤخرا تدريب الصفاقس التونسي. وهناك طارق العشري صاحب إنجاز تتويج أهلي طرابلس بالدوري الليبي تحت قيادته، وهو نفس الفريق الذي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة المخضرم طلعت يوسف. هذا ناهيك عن أسماء أخرى في الدوريات العربية حققت نجاحات، مثل أيمن الرمادي مع فريق دبي، والثنائي محمد يوسف ومؤمن سليمان في الدوري العراقي، ومحمد صلاح وزكي عثمان في الدوري السعودي، وغيرهم الكثير. واليوم يكتب طارق مصطفى سطرا جديدا في تاريخ مشرف للمصريين في الخارج على صعيد الإدارة الفنية الكروية. ففي المغرب الذي شهدت واحدا من أكثر المواسم إثارة في السنوات الأخيرة، كان طارق مصطفى رجل المواقف الصعبة، ونجح في التحدي الأكبر بالتواجد في المربع الذهبي للبطولة المغربية مع أولمبيك أسفي، متفوقا على الرجاء البيضاوي، ليكمل فصلا جديدا من قصة نجاح كبيرة لا تزال مستمرة. نجاح غير عادي لكابتن طارق مصطفى، نجاح في الدوري المغربي في المقام الأول، نجاح في ظروف صعبة جدا مع أولمبيك أسفي،
نجاح رغم كل الأسماء الموجودة في التقرير، لها كل الاحترام وكل التقدير، لكن النجاح في الظروف الحالية قدام منافسين من هذا العيار في الدوري المغربي، بطولة مش مجرد كاس أو حاجة في أفريقيا بتتلعب رايح جاي، لكن جولات متعددة تنجح في الصمود حتى النهاية في أصعب الظروف، هو إنجاز عظيم لنجم نادي الزمالك والمنتخب المصري أصلا كابتن طارق مصطفى. منورنا ومشرفنا وسعيد جدا 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 وفخور ان انت معايا في المقام الاول، وانجازك انا بعتبره واحد من افضل الانجازات المصريه السنه دي. انا اللي سعيد جدا بوجودي معاك يا محمد، وتحياتي ليك، وانت من الناس اللي دايما كنت متابعني ومقرب ليا ودايما بتتصل بيا وبتطمن عليا من خلال النتائج. الله يخليك، وانا بشكرك وبشكر الاعداد، وسعيد جدا انا موجود معاك النهارده في اول ظهور ليا، لان ده واجب عليا انا كمان ان انا ارد لك الجميل واكون موجود معاك، وده شرف ليا ان انا موجود معاك، واتمنى ان شاء الله ان المشاهدين يستمتعوا بالحلقه ان شاء الله. اشكرك على كلامك كمان مره. عندنا محاور كتير جدا معك. بس هبدا الاول انه جمهور اولمبيك اسا فيه كان لسه عنده النيه انه ممكن كابتن طارق يكون موجود معانا يطول معانا، انت قلت في مره انه لسه ما حسمتش قراري، وبعدين لا لسه الامور مش واضحه، في النهايه وصلت لايه؟ زي ما انا الكلام ده، يمكن انا الاول انا سعيد طبعا بتجربتي مع اولمبيك اسا فيه من العام قبل الماضي، مش الماضي لان الماضي خلاص خلص، سنه ونص مع اولمبيك اسا فيه، كل الاحترام والتقدير ليهم كإدارة كجمهور كمسؤولين كمدينة أسفي، مدينة أنا عشت فيها الناس كلها كانت بتعاملني بحب وباحترام، واعتبر نفسي أن أنا واحد منهم يعني بكل أمانة. أنا كان ليا 3 تجارب في المغرب، دي التجربة الثالثة في حسن الجديد في البداية من كابتن حسن شحاتة، وليا الشرف أن أنا كنت مع كابتن حسن شحاتة وكملت الحمد لله وحققت نتائج كبيرة وخدت 2-3 أحسن مدرب في الجولة صحيح، والحمد لله في أولمبيك في سريع وادي زيم تجربة كانت جميلة برضو، نفس التجربة تعتبر نفس التجربة بتاعت أسفي، رحت برضو آخر 10 مباريات حققنا البقاء، والموسم الثاني الحمد لله كملنا بشكل كبير جدا، ولكن الموسم ده كان مختلف بكل أمانة. تسمح لي في البداية طبعا زي ما شكرت مجلس الإدارة والجمهور على الحب والاحترام اللي شفته من خلال سنة ونص، الجهاز الفني لازم أشكره خاصة تعب معايا بشكل كبير جدا، اللاعبين كلهم بصراحة تعبوا معايا بصراحة، عمال غرف اللبس تعبوا معايا، مش حد ما تعبش معايا السنة دي، كانت سنة استثنائية الكل تعب فيها، مع ان الامكانيات ما كانتش هي امكانيات بركان ولا امكانيات الرجاء ولا امكانيات اندية كبيرة جدا، ولكن كنا زي ما بتقول كان عندنا تحدي، ولا يمكن كانت البداية بالنسبة لي قلت تحدي وتحدي صعب على صفحتي في اول ما اولمبيك اسف يكلموني، لان خدت القرار والحمد لله انا بستخير ربنا لما باخد القرار، ودايما الواحد انت عارف كره القدم هي توفيق، الحمد لله التوفيق كان محالفنا السنه دي وكان كبير معنا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا حققنا، انا بعتبره بصراحه اعجاز مش انجاز، لان الانجاز يعني بتعمل حاجه عاديه بس يعني. ناس تقول لك ان الراجل يكمل شغله، ان انت قدت الفريق لانجاز فلاعب الفريق في افريقيا الموسم الجاي لو تحقق ده شغلك وده عملك، فليه مش حابب تكمل؟ لا بالعكس، ده انا حابب اكمل، ولكن دايما زي ما قلت لك في البدايه انا دايما طموح، دايما بطلع السلمه ما بحبش انزلها، دايما عشان انت حققت المركز الرابع لو في نصيب ان انت تلعب في الكونفدراليه هو طبيعي هتلعب في بطوله ثالثه غير كاس العرش والدوري كويس، اكيد هتلعب بطوله الكونفدراليه، لو مش هتلعبها عشان هياخد الكاس زي ما بيتقال انت بتتكلم في بطوله عربيه، ففي كل الاحوال انت هتلعب على 3 بطولات كويس. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، انت عشان تعمل كده انت في حاجات لازم انت سلبيات حصلت الموسم الماضي لازم تتغاضى عنها، ولازم الايجابيات بالنسبه لك تزود عليها عشان الموضوع بالنسبه لك ولا هم هيرضوا ولا النهارده، ان الطموح ان انت تاخد اقل من كده. انت انا الموسم الماضي انا لما رحت كان قبل الاخير نهينا المركز السابع، لما نهيت المركز السابع في الموسم ده انا في لعيبه مشيت من عندي، يعني في مثلا كلاودو برازيلي راح الظفر الاماراتي، في حمزه خابه راح الرجاء، في وطاره راح بركان، في مختار الحارس المرمى هل تم استشارتك في ده ولا اللعيبه مشيت؟ عودهم انتهت وبالتالي جالهم عروض افضل ماديا كويس. وانا من نوعيه المدربين اللي لما بيجي عرض اللعيب ما بمسكش فيه، لان مهما اللعيب خلاص جاله عرض اكبر
من الناحيه الماديه مش قدرت تقول له حاجه لانه هو طالب بالدعم يعني عايز ان حد يمشي فيجي حد مكانه الا ما يكون اقوى بالظبط كده كويس. ولكن احنا اشتغلنا هو اللي جه بصراحه والعطوشي كان ماشي في لعيبه كتير جدا كانت مشيت من عندي زائد ان انا ممشي حوالي 10 12 لعيب. السنه دي كانت مختلفه شويه. السنه دي جبت 10 12 لعيب بصراحه ادوا الاضافه بصراحه لعيبه محترمه جدا كانوا يعني ونعم الاخلاق بصراحه لان انا دايما وانا بختار لعيبتي دايما ببص على النقطه دي حته الاخلاق في الاول لان اللعيب دايما دي اخر مباراه في الدوري اللي تم الاعلان بيها فوزكم بالمركز الرابع دي اوكي لا دي مباراه التوارجه دي مباراه التوارجه كانت على ملعبنا وكانت النتيجه كان ماتش صعب جدا 2-2 واحنا القريبين من بعض وبقت 3-2 دي التوارجه في ملعبي اخر أوكي. مباراه كانت السوالمة خارج ملعبي أوكي. اللي هي كنا نهينا المركز الرابع ولكن اللي عايز اقوله لك الحمد لله حسيت انه مش هيكون في دعم زي ما كان موجود قبل كده ففضلت انه نختم واحنا ناجحين لا والله مش كده برضو انا خلي بالك الرئيس بصراحه حديوي راجل محترم جدا وراجل كان معايا طول السنه بصراحه بكل امانه وكان بيدفع بشكل كبير جدا ولكن انت محتاج الدعم يكون اكتر انت دايما انا دايما ببص في حاجات تانية مش بس الدعم المادي لا البنيه التحتيه لان كان عندي مشاكل كتيره جدا في الحته ديت جزئيه الملعب جزئيه حاجات كتيره جدا بتخصني انا كمدرب مهمه جدا في شغلي مهمه جدا في ادواتي مهمه جدا مع اللعيبه لانك انت محتاج لو هتلعب في افريقيا في الكونفدراليه فانت محتاج لعيبه كواليتي مختلف كواليتي يدي الاضافه حتى على مستوى اللعيبه المحترفين مش بس اللعيبه المغاربه لا فانا دايما لما باجي اعمل فرقه واعمل تيم دايما بعمل حسابي في 4-5 لعيبه يكون عندهم حلول في تغيير المراكز بره الملعب انا شفتك من شويه كنت بتتكلم على الطرد والارسنال وتوتنهام وطريقه اللعب ازاي اتحولت من 4-3-2 انت خلي بالك هي دي ميزه المدرب انا حصل عندي طرد كتير بس امتى تلعب بالاثنين فراوده لو انت حاسس ان الديفنس عنده مشاكل امتى تخلي طريقه اللعب دي وانت عندك طرد تلعب بثلاثه بس صح. طب ما ممكن تلعب 4-4-1 وحصلت لي كتير لان وانا بلعب الرجاء غير ما لاعب غير ما لاعب السوالمه غير ما بلعب يعني الفرق مختلفه ونوعيه اللعبه اللي بتلعب قدامك مختلفه فممكن عشان كده ممكن هتقابل منين هتقابل من قدام ولا هترجع نص ملعبك طب فرقتك انت عامله ايه فرقتك الحاله طب انت الطرد حصل عندك امتى حصل عندك في الشوط الثاني دي مباراه نقطه التحول في الموسم ده يا كابتن طبعا يعني خدت صخب اعلامي كبير جدا والناس حست انه من هنا في حاجه كبيره بتحصل في اولمبيك اسيا طبعا الحمد لله يمكن ديت المباراه دي على ملعبي ويمكن الجون الاولاني جه فيا خطا من طبعا ده من افضل اللعيبه اللي موجوده عندي عرب ومحروس وسليمان كلهم لعيبه كويسه مش عايز انسى منصف خالد كل اللعيبه يعني كل اللعيبه بصراحه مش عايز انسى حد فيهم لازم الواحد يشكرهم بالاسم فبالتالي الحمد لله يمكن الهدف دوت خطا في مرمانا ولكن الحمد لله في نهايه الشوط الاولاني رجعنا لعبد الغفور ماهر اللي انتقل بين الدورين راح ليبيا واستغنيت عنه وكملنا الحمد لله وربنا وفقنا جاب جون هدف التعادل فرقه الرجاء كان ماسكها منزل لكبير صحيح مدرب منتخب تونس في افريقيا اللي فاتت مدرب كبير ولكن الحمد لله ده جون التعادل وربنا وفقنا الحمد لله الشوط الثاني مع ربنا توفيق ربنا والتغييرات جبنا الجون الثاني والثالث وبصراحه دي كانت نقطه انطلاقه ادت اللعيبه كتير ثقه وخلتنا ان احنا نقرب من المنافسه على المركز الرابع لان احنا كنا والرجاء وبركان كان معانا في المركز الرابع لاخر الموسم يعني. صحيح. طارق مصطفى رايح على فين والاجواء في المغرب كيف كانت في الموسم الماضي هنشوف كل الكلام ده ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. اللي انا اعرفه شخصيا والبرنامج هنا في المغرب جمهوره كبير انه على مدار الموسم ما بين الرجاء والوداد والجيش الملكي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي في انديه كتير ارتبطت على مدار الفترات اللي فاتت بخلاف ان انا محلاوي فانا عارف انه غزل المحله كابتن طارق كان واحد من الاسماء المرشحه علشان يقود اخر مباراتين لكن الامور ما مشيتش يعني لكن خلينا في المغرب المحله تمام بس خلينا في المغرب المحله ده ما خدش ساعه بس ما اعرفش الناس عرفت ازاي بصراحه بشكرهم وبتمنى لهم طبعا التوفيق المحله صحيح وجابوا كابتن خالد عيد انا بحبه جدا وكنت مش مع ان هو يمشي بصراحه لانه كان عامل موسم استثنائي ممتاز وجمهور المحله جمهور انا بحبه لان بصراحه اللي انا شفته من خلال الناس اللي كلمتني اول مره يقولوا هم اللي بيقولوا مش انا انه اول مره جمهور المحله يتفق على مدرب ده شرف ليا
وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان هم يقعدوا في الدوري ويكون الموسم الجاي للمحله جمهور كبير. انا كنت وانا بلعب كنت بستمتع بجمهور المحله بصراحه لما بنروح نلعب المحله في المحله. ولكن ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله يقعدوا في الدوري. طيب ان شاء الله. اكتر نادي في المغرب كان في بينك وبينه كلام على مدار الموسم؟ والله بص انا ما كانش في بيني وبينه كلام لان انا انا مش من النوع اللي بطلع اتكلم كتير ومش من النوع اللي انا حد يعني تواصل معاك بشكل ودي حتى يعني الفتره الاخيره يعني انا من فتره كبيره جدا تواصل معايا اني من فتره كبيره الوداد من 4-5 شهور كان قبل في كلام قبل فاندربروك قبل 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 جريدو قبل جريدو قبل جريدو قبل جريدو اوكي بصراحه يعني ولكن كان المغرب الفاسي برضو كان في كلام كتير والناس قالت ان انا وقعت وان انا خلاص السنه الجايه. والله انا حتى وقتنا هذا انا ما فيش اي حاجه، انا لغايه وقت هذا عقدي انتهى مع اولمبيك اسفي. طب انت كان ردك ساعتها على الوداد انه بعد نهايه الموسم نتكلم؟ ولا رديت ما اتكلمتش خالص والله، كلها كلام مواقع وكلام وكلاء، ولكن انا بعيد كل البعد. انا كنت مركز مع النادي اولمبيك اسفي بصراحه كتير، كنت مركز كتير عشان اوصل للهدف او الطموح اللي انا اللي انا كنت عايز اوصل له، والحمد لله ربنا وفقني فيه. لان اي حاجه انا ما بحبش وانا مرتبط مع نادي من الاحترام ومن يعني اي حد بيتكلم معايا اقفل القصه خالص وانا ما بتكلمش فيها، لان كل الناس عارفه ان انا طالما مرتبط بنادي لازم احترم النادي والمكان اللي انا فيه. بصراحه انا اتعودت على كده. ما تنساهاش مع الجمهور السنه دي مع اولمبيك اسفي؟ لا كتير عشت موقف ما تنساهوش مع النادي. عشت معاهم تجارب كتير وبصراحه دايما بينادوا لي وبيغنوا لي، ده كل امانه. مورينيو بصراحه شفتها في مره راجعين مش عارف تقريبا بعد الماتش ايه واتقابلنا في الطريق وبصراحه شالوني ومورينيو بصراحه على فكره. حتى واتزوم نفس الشيء كانوا برضو كل الناس بتنادي له مورينيو، ولكن بصراحه اللي شفته مع جمهور اولمبيك اسفي حاجه فيها حب واحترام لازم اشكرهم. بشكر ايمن وبشكر امين وبشكر مهدي، بشكر المجموعه اللي بتقود بصراحه الشرق والجمهور والالتراس مدينة اسفي. مدينه انا بصراحه من اكبر واحد لازر واحد كلهم على راسي، لان شفت حب واحترام غير عادي. بيبقى منطقي ساعتها ان انت لما يكلمك الوداد او الرجاء او واتيفر تاجل على الاقل لحد نهايه الموسم، يعني بقى طبيعي ان انت تحترم الرغبه دي عند الجمهور انك تاجل الكلام لحد طبعا نهاية طبعا الموسم. حتى لو ما كانش فيها محمود لازم انت تبقى برضو تستخير ربنا وتقيم الامور وتقيم التجربه. صحيح. لان انا قلت لك دايما انا بطلع السلمه ما بحبش انزلها. لو تفتكر انا في اول تصريح ليا بعد منتخب مصر مع كابتن حسام البدري اللي انا بشكره وبتمنى له التوفيق مع الصفاقس لان الامور صعبه بالنسبه له جدا. اول تصريح ليا بعد خروجنا من المنتخب فتره ما اتغلبناش ولا مباراه، فتره كانت جميله ولكن ما كانش فيه حب من الشارع المصري، وده طبيعي جدا. انت طالما بتلاقي الحته دي لازم الكل يبقى حابب والكل يتلف حواليك عشان تكمل. ولكن اول تصريح ليا قلت انا مش هرجع مدرب عام منتخب مصر تاني. مع احترامي للجميع، مع احترامي للجميع. انت عايز ترجع مدرب؟ يعني انت عايز ترجع كمدير فني؟ مدير فني منتخب مصر. مع احترامي حتى من 10 سنين بيتعرض عليها منتخبات الناشئين كلها، وانا الحمد لله في وجود كمان الدكتور محمود سعد وناس كتير جدا كانوا موجودين في الاتحاد، وكنت حتى في وجود الباشمهندس احمد مجاهد وعارف كده كويس قوي. انا برفض الجزئيه دي من زمان جدا لان كل زي ما بقول لك كل واحد بيبقى زي ما تقول عنده ثقه في امكانياته. هو الناس اللي انا مسكت معاها طبعا المدربين كبار جدا، انا مسكت مع 3 مدربين وليا الفخر والشرف اللي انا امسك معاهم. كابتن شحاته في البدايه رقم 1 في افريقيا، اسم كبير جدا جدا جدا، صاحب البطولات طبعا اسم مش محتاج كلام. كابتن طارق يحيى في البدايه 7-8 سنين من اجمل 7-8 سنين مع المقصه والانتاج الحربي وهاجر السعودي 100%. نفس الشيء كابتن حسام البدري. طيب. كلهم مدربين كبار. دي نقطه مهمه جدا لانه المغرب الفتره اللي فاتت نجاح الرجراجي مع المغرب في المونديال ده فتح الباب لحاجات كتير جدا. اولا فكره المدرب المحلي، تاني في قياده المنتخبات الوطنيه، ثانيا انه عدد كبير من المدربين الشباب الرجراجي اثبت ان هم يستاهلوا الفرصه في اماكن سواء في انديه كبيره او حتى مع المنتخب. الرجراجي عمل ايه في الشارع المغربي؟ بخلاف انا عارف ان انتوا اصدقاء واتكلمتوا كذا مره في مواضيع، فاحكي لنا ذكرياتك مع الرجراجي على مدار السنه لو اتقابلتوا مره او مرتين او 3. بالعكس، الاول لازم طبعا قبل ما اتكلم على وليد لازم اتكلم على الكره المغربيه ورئيس الجامعه اللي بنقول عليها اتحاد الكره فوزي رجب. حاجه بصراحه محترمه، حاجه فخر للكره المغربيه. انا الراجل عنده هيبه، محترم جدا. كان انا كلمته عيدت عليه من حوالي 5-6 ايام. انا بحب شخصيته لان هو خطط
للكرة المغربية. على فكرة وليد مدرب المنتخب الأولمبي دلوقتي مغربي عصام، بتكلم على حتى المدرب الشباب، بتكلم على كل المدربين المغاربة اللي موجودين. قبلها كان عموتة، قبلها كان هشام الدماعي، مدربين مغاربة هو حطهم على الطريق. ودي أنا بشوف بصراحة التخطيط مش بس وليد اللحظة من دلوقتي، لا ده من قبل كده. يعني وليد لما اشتغل، وليد كان ماسك الفتح في البداية. صحيح. وليد مدرب ذكي جدا ومدرب شاطر ومدرب يعرف يتعامل مع اللعيبة، ودي شيء مهم جدا. لأن كرة القدم ما بتعتمدش بس المدرب على أن أنت مش تاكتكس بس، يعني خالص خالص. هو التاكتيك مهم جدا طبعا، والشخصية مهمة جدا، والعامل النفسي مهم جدا، والعامل الذهني مهم جدا. لما بتحط الخمس ست حاجات، لما بيكون مدرب عنده منهم ثلاث اربع حاجات، فاعرف ان في نجاح. لما يكون مدرب في حاجات لازم اساسيات، لو المدرب شخصيته ضعيفه ما اعتقدش ان هو يكمل. انما ممكن تكون شخصيته قويه والامكانيات الفنيه مش قوي، ممكن يكمل شويه. ايه تاني فوزي لقشه عمله في المغرب في وجهه نظرك غير الثقه بالمدربين المغاربه؟ البنيه التحتيه. انت بتتكلم على اكاديميه محمد السادس، بتتكلم على الملاعب اللي موجوده، بتتكلم على انتظام الدوري، ودي شيء مهم جدا جدا جدا. مهم جدا. انت عارف المنتخب المغربي هيلعب السنه الجايه فين وفي ملعب ايه والساعه كام ومع مين. انا بقالي، انا بقول لك التجربه الثالثه، كل تجربه قعدت فيها سنه ونص، فحفظت كتير ورحت. انا يعني انا لعبت المنتخب الاولمبي ماتش ودي اللي بيلعب حاليا دلوقتي اللي تحت 23 سنه. شفت كان المباراه معموله في اكاديميه محمد السادس. حاجه مفخره، حاجه جميله، حاجه بصراحه انا يمكن كنت فرحان ومبسوط وكنت بتمنى ان احنا نعمل كده. عملت عندي كذا حلقه، بس احكي لي للعيب الكوره اللي رايح اكاديميه محمد السادس، ايه الشيء المختلف هناك؟ ايه السر في الاكاديمي؟ بص للعيب الكوره، بص لعيب الكوره، انا بنزل من على السرير على الملعب. تخيل كل فندق، والله كل منتخب، يعني المنتخب الاول وليد اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، ماشي. المنتخب الاول الفندق بتاعه على الملعب على طول، ملعبين بتوع المنتخب الاول ما حدش بيجي عندهم، ملعبين من افضل الملاعب اللي موجوده. ده المنتخب الاول بس. المنتخب الاول، خد عندك بقى المنتخب الاولمبي، خد عندك المنتخب الكره الخماسيه. منتخب الكره الخماسيه عندهم دلوقتي بتتكلم في بيكسبوا البرازيل ويكسبوا، يعني اللي عايز اقوله لك حتى مش بس على مستوى كاس العالم اللي هم وصلوا له دوت والكلام ده كله، لا ده على بصراحه هم اشتغلوا من فتره كبيره جدا ودلوقتي وصلوا لكده. دلوقتي هم مش بيفكروا ان هم يخشوا كاس العالم وهيخشوا ازاي وهيلعبوا، لا بيفكروا ان هم هياخدوا كاس العالم ازاي. كاس العالم هيتنظم عندهم في المغرب سنه مثلا 2030 مع مثلا اسبانيا. يعني الفكر ازاي تطور الكره المغربيه. وبصراحه الجمهور هناك جمهور بيعشق كره القدم. جمهور كل نادي بيحب انا ما فيش نادي هناك إذ لما ليه جمهور بيقفل الملعب. بيقفل الملعب، فاللعيبه اللي بتلعب كلها في الانديه لما بتروح المنتخب بيبقى عندهم شخصيه بيلعب كوست وكل الجمهور ما عندوش مشاكل. عدد المحترفين اللي موجودين محمودي، عندهم عدد محترفين رهيب موجود بشكل كبير جدا. انت ما تيجي تبص على عدد المحترفين اللي عندك مش كتير بدون نقاش. بس نرجع للاكاديميه تاني. الاكاديميه بخلاف جوده ملاعب التدريب، انه كل منتخب له ملعب تاني، ايه الجديد اللي موجود هناك تاني؟ كله الملاعب كلها، الجيم فوق ما تتخيل، حاجه مثلا مش عايز اقول لك المساحه قد ايه، الاجهزه الطبيه اللي مش موجوده في اي مكان، الاجواء اللي موجوده، الجو اللي موجود فيه، تحس ان انت لا مش الناس في اوروبا بتيجي المغرب عشان تعمل معسكرات. يعني تخيل ان انا في 2015 شفت السنغال، وانا في 2015 في الجديده شفت السنغال، كان معسكر معايا منتخب السنغال الاول. فكل المنتخبات بيروحوا المغرب عشان البنيه التحتيه، عشان وسيله المواصلات، عشان الملاعب، كل حاجه بصراحه متاحه. طيب. انا هكلمك على وليد سريعا. وليد انا لا خد راحتك. لا مش عندناش رفاهيه ان حد قابل الرجراجي كتير يحكي عنه. بالظبط كده، لان وليد مدرب ذكي. احنا لعبنا مع بعض تقريبا 7-8 مرات، من هو في الفتح وانا كنت في الجديده، وانا في واتزم وهو برضه في الفتح. هو على فكره وليد كسبته؟ لا وليد يعني كسبته مره، تعادلنا تقريبا 3 مرات، كسبنا مره. على فكره في مرتين كان الكابتن حسن شحاته موجود فيه. اوكي. مرتين الفتح مع الجديده كنا، بس كانت كاس، كان كاس العرش، اتعادلنا الماتشين. يمكن كنا تعادلنا 2-2 على ملعبنا، وتعادلنا 1-1 في الفتح،
وكان ساعتها في الكاس ساعتها مجموع الماتشين بالاهداف، وهو وصل للكاس ولعب وخد الكاس على فكره، لان كان قبل النهائي وخد الكاس. وليد مدرب ذكي، مدرب شاطر، راح سنه طلع بره سنه مع بعد ما خد بطوله مع الفتح الدوري، خد الكاس، طلع بره في قطر اشتغل سنه ورجع اشتغل في الوداد. فالتخطيط اللي انا بقول لك عليه فوزي رجع والمسؤولين عن الكره المغربيه خططوا ان لازم المنتخب المغربي يبقى فيه مدربين من المنتخبات. احنا هنا بصراحه لما بنيجي ندور على مدرب للمنتخب بصراحه ما بنلاقيش، لان احنا هنا بنحرق المدربين. هناك في قانون، هناك انا لو مشيت من اسفي ما ينفعش امسك تاني في نص في المسك. لا ده مفهوم يا فندم. دي على فكره مفهوم، على فكره، على فكره محمود، دي عملت مدربين، دي اللي عملت المدربين. خلت المدرب حتى المغربي لما ما يوفقش او ما فيش توفيق بينه وبين النادي يروح بره. هتلاقيه راح قطر، راح السعوديه، راح الامارات، فمنتشرين. احنا بصراحه هنا مش لازم دي تتعمل، عشان عندك مدربين كتير زي ما انت كنت بتقول في التقرير. كان عندك طبعا كابتن حسن شحاته، كابتن جوهر الله يرحمه في البدايه، كابتن حسام حسن، كابتن علاء نبيل، كابتن طارق العاشري، كابتن مؤمن، كابتن مش عايز انسى حد، كابتن ايمن رمادي، كتير. بس يعني في مدربين كتير بتلجا لده غير الكبار طبعا كحلول بديله، ان هو ما نجحش هنا فبيطلع بره شويه، مش كله خد المعترك بتاعك. اه بالظبط. يعني برضو المدربين مش كتير يحبوا يطلعوا بره، هو يحب يدرب في مصر حتى لو فريق اقل من مستوى هو. ما حدش عنده الجرأه انه يروح يجرب مع حاجه بره ويصبر سنه واثنين وثلاثه واربعه. لا هو ده الطموح اللي انا بقول لك عليه، لان في مدربين ما حدش يزعل مني، في مدرب طموحه مرتب، انا ما حدش يزعل مني، في مدرب طموحه يطلع السلمه، انا بطلع السلمه عايز اوصل لمنتخب مصر الاول. عايز امسك الزمالك مدير فني عشان اخد حاجه، بطوله افريقيا، بطوله انا ليا دماغ وليا اسلوب وليا طريقه ليه شغل وليا طريقه لعب. فكل واحد كل واحد الاهلي ليه ولاده، الاهلي طبعا نادي كبير ونادي محترم ونادي كله بطولات، الاهلي ليه ولاده، ولاده كتير ومدربين كبار بصراحه محترمين. صحيح. يعني زمالك او منتخب مصر ده حلم طارق مصطفى ان شاء الله، وهيحصل ان شاء الله ان شاء الله. هتكلمك على انك تكون مدير فني للزمالك في اي وقت من الاوقات على مدار السنين اللي فاتت؟ لا هو كان في الفتره الاخيره طبعا من حوالي مثلا تقريبا اربع خمس شهور كان في من ضمن الترشيحات، احنا عندنا مدربين كبار وموجودين وكلهم مدربين على اعلى مستوى، ولو خدوا الفرصه هيأدوا بشكل كويس، لان صدقني هو المدرب بيبقى باين في الملعب، بيبقى باين. مش محتاج ان انت انا كنت من ضمن ثلاثة اربعة مرشحين، ده الكلام ده من مجلس الاداره اللي سمعته، يعني اللي طلعوا اتكلموا يعني، فاهم؟ طب ما نلعب لعبه صغيره على الهواء. انت بتقول لي انا هبقى المدير الفني للزمالك والمنتخب مصر، وهيحصل ان شاء الله لما تقعد مع رئيس، لو تخيلت انا مثلا، هو ده عشان الناس ما تفتكرش ده طموحي انا. لا انا فاهم يعني ممكن ما تحصلش الظروف الله اعلم، بس انا بكلمك ده طموحي انا اللي عايز اوصل له. انا فاهم ده، بس بتكلم ان انا مثلا تخيل ان انا رئيس مجلس اداره او رئيس اتحاد او قاعد مع مدير فني وبيعرض عليا مشروعه. لو انا عايزك تدرب الزمالك ادرب منتخب مصر، ممكن تعرض عليا مشروعك اللي يخليني اقتنع انك تبقى المدير الفني لمنتخب مصر؟ طبعا. اتفضل يا فندم. خلي بالك هو هي مش كده بالظبط، خلي بالك يعني، لان الموضوع بيختلف. يعني موضوع الزمالك مثلا مختلف عن المنتخبات، يعني الانديه مختلف عن المنتخبات. اللي خلينا المنتخب. المنتخب اديني مشروعك اللي يخليني اقتنع رقم واحد طارق مصطفى مدير فني للمنتخب. رقم واحد عشان تعمل حاجه زي كده لازم دوري منتظم، رقم واحد. رقم اثنين انا بالنسبه لي يعني، ودي كنت بتكلم فيها مع كابتن حسام من فتره، انت لازم كل شهر تعمل مؤتمر صحفي تشرح فيه الدنيا فيها ايه، عشان ما تخشش في متاهات، لان احنا عندنا هنا الاعلام بصراحه 24 ساعه. لو انا ما رديتش عليك ورديت على ده هتبقى فيها مشكله، لو انا رديت على ده ودي عملت لنا مشكله كبيره جدا واحنا ماسكين المنتخب. البرنامج اللي انت بتحطه، البرنامج اللي انت بتحطه والمباريات اللي انت بتحطها لازم تتعمل، دي ما بتحصلش. لانك انت بتبدي الانديه عن المنتخب، ودي مشكله كبيره جدا. انت الاهلي والزمالك في مصر اكبر من المنتخب، او الاهلي والاهلي والاهلي وبعدين الزمالك. شوف انا بقول لك ايه، اكبر من المنتخب ليه؟ انت هناك في حاجه اسمها، انا بكلمك على تجربه انا عشتها بقى، انا وتجربه المغرب، المنتخب الكل بيتلف حواليه. هنا انت لا، هنا ممكن لعيب مثلا بيلعب في الاهلي او لعيب بيلعب في الزمالك وما يروحش المنتخب، او انت مش عايز اللعيب يروح المنتخب، واللعيب ممكن ما يروحش المنتخب عشان عنده ماتش مش عارف فين ومصاب او مش عارف النادي. احنا في بدايه شغلنا في المنتخب بيراميدز 8 9 لعيبه ما جوش المنتخب.
بس دي ازمه بتحصل في العمر مره، يعني بتبقى اختلاف في وجهات النظر في حاجات في مواعيد في بتاع، وهتحصل مش حاجه عامه. لا بس هتحصل يعني عشان الناس مش لا مش حاجه عامه، بس حاجه عامه هو موقف بس المنتخب خرجه على جنب. يعني يعني خلي المنتخب، انا طلبت المنتخب القايمه، مش حاجه اسمها نادي فلان ولا علان ولا فش. كل الانديه معلش مع احترامي لكل الانديه، ده منتخب مصر. يعني شرف لاي حد ان يكون موجود منتخب مصر. انما انا ماليش دعوه بقى، فعشان كده بقول لك مهم جدا، مهم جدا. انا ما شفتش دي بصراحه، بصراحه بكلمك بصراحه، من ايام 2006 2008 2010 مع كابتن حسن شحاته. مفهوم. طيب فاصل وهنرجع نكمل كلام مع حضراتكم، خليكم معانا على اون تايم سبورتس. سر قوة الرجراجي في المغرب في المونديال وعامة كمدرب، سواء قبل ما يمسك المنتخب أو حتى بعد ما مسك المنتخب المغربي، ما بين قوة شخصية، ما بين التحفيز، ما بين الأمور التكتيكية، إيه أقوى نقطة تكتيكية موجودة عند الرجراجي؟ لا هو بصراحة عنده كتير، يعني هو غير العامل النفسي اللي بيعرف يتعامل بيه بشكل كويس قوي، غير إن هو يعني في 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 قراءته للمباراة أو حتى اللعيبة اللي بيجيبها. يعني هو انا لما اتفرجت على المنتخب المغربي قبل كده، لما كان خاليل وزيتش كان ماسكهم، كان ركراكي غير 3 4 اماكن في لعيبة، وجاب اللعيبة اللي عندها حلول شوية، فرقت معاه في الاداء بصراحة. صحيح. يعني زياش ما كانش موجود قبل كده. طبعا. زياش من افضل اللعيبة اللي موجودة. زياش، مزراوي، حمد مزراوي الله. مزراوي هو حط مزراوي باك شمال. دي حاجة تحسب لوريد الركراكي، لان مزراوي بيلعب في اياكس، لعيب كواليتي عالي جدا، بيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، محتاجه مع اشرف حكيمي، راحوا في بايرن بالظبط كده، بالظبط كده، وعنده حلول وبيكمل ناحيه هجوميه، وتكتيكيا بيخش نص الملعب بيشتغل فيها كويس. فبالتالي عمل، خلى اللعيبه عمل توليفه كويسه تقدر تدي المنتخب المغربي، وده اللي حصل. زاد ان الركراكي وهو يعني احنا اشتغلنا مع بعض كتير، ماتشاتنا دايما صعبه. يعني يعني قبل ما يروح المنتخب كان هو مع الوداد، لما خد بطولة افريقيا من النادي الاهلي، لعبنا احنا قبليها تقريبا بشهر تقريبا في اسفي عندنا، كسبني بضربه جزاء. اوكي. في الدقيقه، واحنا كان لنا ضربه جزاء بس ماشي سامح. ماتش ودي بسامح. لا ده كان رسمي، كان رسمي في اسفي. لا مش سامح، كان رسمي. كان في اسفي. يمكن هم العشر ماتشات ده الماتش الوحيد اللي اتغلبته. اتغلبته من الوداد ضربه جزاء في العشر ماتشات الاولين اللي رحتهم مع اسفي. ولكن كان في ماتش ودي، هو على فكره من النوعيه اللي هو دايما تكتيكيا بيعرف يشتغل كويس قوي في الملعب، لان دايما بيعتمد على الظهرين، ازاي الظهرين بيطلعوا وازاي الهافين بيخشوا جوه، بيعملوها بشكل كويس لان عنده سرعات في ديت. الحاجه الثانيه، انا كنت بلعبه ماتش ودي، افتكر ماتش ودي كان مع الوداد برضو، وانا كنت مع اسفي، وكان في كازابلانكا، كان هناك في الوداد، والبرمجه اتحطت في اليوم ده والماتش شغال، وهلعب بعد 4 ايام. البرمجه اللي هو الجدول يعني. وهلعب بعد 4 ايام، بيتحط كلها 3 4 مباريات بيتحطوا، هلعب المغرب الفاسي في فاس الماتش اللي جاي، فبالتالي انا لازم اسافر قبلها بيومين من اسفي، والماتش كان بعد 4 ايام. فقلت له وليد، وقفنا الماتش، قلت له الماتش، قلت له مش هنلعب 45 و45، هنلعب 35 و35. حتى انا بالظبط كده، حتى انا ال 35 اللي لعبتها الشوط الاولاني كانت اللعبة الاساسيه، وخرجتهم كلهم ولعبت الفرقه الثانيه، عشان الحمد لله يعني الحق اسافر اسفي واسافر المغرب الفاسي والعب الماتش، والحمد لله ربنا وفاني في الماتش دوت الحمد لله، ورجعنا بنتيجه ايجابيه. صحيح. طيب جاي لي للامور المحليه، لكن الاول عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا. احنا شفنا اشرف بن شرقي بتاع الزمالك، وشفناه لما انضم على فترات متباعده جدا للمنتخب المغربي، وخرج من المنتخب المغربي وفي لعيبه محترفه كتير وكل حاجه، لكن بتكلم على الحكم على بن شرقي كلاعب كوره، هل هو بمقاييس الدوري المصري او الدوري المغربي او الدوري الاماراتي لعيب جامد، لكن على الصعيد الدولي في منتخب زي المغرب هنا الاختيارات تحكم، ولا كان سوء حظ انه بن شرقي في وقت من الاوقات كان في ناس افضل منه في الوقت ده، فعلشان كده ما كملش مع منتخب المغرب؟ بص، هو لا اختلاف طبعا على بن شرقي، ماشي، لعيب كبير ولعيب امكانياته عاليه جدا. بن شرقي من اول الناس اللي لعبت ديدي، وكان في المغرب الفاسي في 2015، ولعيب كواليتي كان باين وهو صغير انه لعيب عنده امكانيات عاليه كويس، يلعب في مصر، يلعب في الامارات، يلعب هو بن شرقي. ولكن على المستوى الدولي هو اتحط في ظروف في وقت مش حلو لبن شرقي، مع المدرب، لان دايما المدرب يعني وليد الركراكي بيحب النوعيه بتاعت بن شرقي، يعني زي الزلزولي اللي موجود دلوقتي كان موجود معاه في المنتخب، بيحب النوعيه دي، بس برضه وليد بيحب نوعيه اللاعبين المقاتلين
اللي عندهم الروح عالية جدا 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 جدا. ممكن دي شوية قليل. شوية قليلة عند بن شرقي، ولكن كل اللعيبه اللي تشوفها في 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 مع وليد في المغرب هتلاقيهم بيمتازوا بالجزئيه دي القطريه والروح العاليه. ده تفسير ممتاز بالمناسبه على فكره. ودي نقطه انا بشوفها ان مع الكواليتي او مع الموهبه اللي قلت بصوره كبيره جدا 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 في الكره العربيه عموما وتحديدا في مصر، فبقت دي زايده قوي حته الروح القطريه بقت عاليه قوي. فلما تبقى موجوده مع كمان لعيب عنده الموهبه فبتفرق كتير جدا مع منتخب او نادي. مين اهم لعيب في منتخب المغرب من وجهه نظرك؟ اكتر لعيب انت بتحبه في المغرب؟ بصراحه كتير، بس مرابط عمل بطوله ولا اروع طبعا، حكيم زياش نصيري حمد الله الرقم واحد. حمد الله على فكره لعيب بيعرف يجيب جون، هداف بالفطره. اوكي بس طريقه لعب وليد لازم وليد ما بيضغطش ضغط هجومي عالي من قدام، لان طبعا المنتخبات اللي انت بتلعبها مختلف. حمد الله لازم تضغط ضغط عالي ويبقى موجود دايما في ال 18، ما يبقاش ان هو موجود في نص الملعب زي النصيري اللي هو بيعمل مجهود، اللي هو عنده القوه، عنده السرعه، عنده الالتحامات، عنده ضربات الراس. فالنوعيه هنا مختلفه شويه، ولكن في لعيبه كتير بصراحه. لكن رقم واحد مرابط. مرابط لان انا شفت مرابط هو رمانة الميزان، هو اللعيب الديفندر الخط الوسط اللي احنا كنا بنقول طارق حامد عليه، قال اللعيب الوحيد اللي من غيره المنتخب يختل، ملوش بديل يعني. طبعا عشان كده بقول لك عنده ميزه غير الروح بقى، عنده ميزه تكتيكيه انه بيعرف يرحل عشان يغطي زمايله ويقطع الكره. صحيح. ودي ما دي انا قلت لك كنت بتلاقيها في طارق يحيى من فتره كبيره، كنت بتشوفها في حمدي فتحي لما كان بيلعب سته قبل ما اتنين يلعب ثمانيه مع المدرب. فبالتالي انا اشوف ان كان هو الميزان بتاع المنتخب المغربي بصراحه، وبصراحه من اللعيبه اللي انا بحبها جدا يعني. طيب على ذكر منتخب الاولمبي واحنا رايحين لمواجهه في نصف النهائي، والمغرب عندها مواجهه في نصف النهائي، وقد يلتقي كما نتمنى منتخب مصر ومنتخب المغرب في نهائي بطوله افريقيا ان شاء الله. الفرق ما بيننا كبير بين مصر والمغرب بصراحه يعني، منتخب الاولمبي هل الفرق ما بيننا كبير ولا الامور في المتناول؟ وبرضو عايز اعرف رؤيتك لمكايلي مع منتخب الاولمبي اخباره ايه؟ بص يعني انا بصراحه يعني الفرق بيننا كتير، ممكن تكون الحلول الفرديه عند المنتخب المغربي ممكن تلاقيها اكتر، ممكن تلاقيها اكتر. انما احنا احنا على فكره المغرب كلها يقول لك ادينا الروح بتاعت مصر اللي هي كانت موجوده مع وليد الركراكي. قبل وليد الركراكي الروح ما كانتش موجوده مع منتخب المغرب، ما كانوش بيلعبوا بالروح اللي مصر كانت مميزه بيها، اللي دايما مصر دايما الروح القتاليه ده كان في محاوله لتفسير ليه هم في كاس الامم افريقيا اقل مننا بالظبط كده. انما دي راحت مع وليد الركراكي زرعها في المنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي كان دايما اللعيبه صح بتيجي محترفين بيجوا يقدوا ويمشوا، ما كانوش بيحسوا بالتيشيرت قوي ده قبل كده. انما مع وليد بصراحه لا، الموضوع مختلف، اللعيبه بقت زي ما احنا موجودين. نقطه يعني مهمه جدا في موضوع المنتخب الاولمبي ده، انه المغرب بتلعب دايما على فكره المحترفين، يعني اللي انا اسمعه من الاعلام ومن اصدقائنا الصحفيين انه البنيه التحتيه موجوده في محمد السادس، لكن في ملاعب قليله جدا في المغرب. مساله الميزانيات الانديه اقل من الميزانيات والصرف في مصر كتير جدا كتير. فهل سبب قوه المغرب الاول هي فكره البحث المستمر عن المحترفين اللي عندهم 19 و17 و16 سنه، ودي اصبحت نقطه القوه الاولى سواء منتخب اولمبي او منتخب اول؟ ده جزء كبير، لان طبعا المنتخب لما بيكون عندك عدد محترفين كتير الوضع بيختلف من الناحيه الفنيه والتكتيكيه، المناخ، الاجواء، اللعب نفسه، بتختلف. يعني لما تلعب في دوري مثلا انجليزي ولا دوري اسباني ولا في دوري فرنسي اللعب مختلف. فبالتالي لما بتيجي تلعب على فكره ممكن تلاقي المنتخب المغربي مش نفس الاداء بتاع المنتخب المغربي اللي لعبه في كاس العالم، بس هتلاقي الروح اللي هي كانت تنقصه في الماتشات بتاعت افريقيا اللي احنا كنا مميزين بيها. ولكن انا اشوف نقطه مهمه جدا انت قلتها، حتى على المستوى الدوري هناك الامكانيات الماديه مش زي هنا خالص، بكتير بكتير يعني، وفي ملاعب كتير مش كويسه. بس الملاعب اللي مش كويسه قلت، لان هم عاملين ايه، هم الملاعب هم دايما عندهم الملاعب دايما بيطوروا منها يعني. يعني سريع وادي زم اللي انا كنت ماسكه من قبل المنتخب من 2017 تقريبا، السنه اللي فاتت ديت واللي قبليها
ما كانش بيلعب على ملعبه لان هم خلاص عملوا بيعملوا الاستاد وهيستلموه المفروض الايام ديت. كل الملاعب بدأوا يعملوها كل سنه في ملعبين، بيقول لك مش هيلعبوا الملعبين دول من اول السنه على ملعبه، مختاروا ملاعب تلعبوا عليها، استادات تلعبوا عليها الدوري. فبالتالي فكل سنه في ملعبين بيجددوا لغايه اما بالظبط لغايه اما كل الملاعب بقت خلاص، الملاعب كلها بقت البنيه التحتيه فشوف انا بقول لك ده التخطيط اللي بيتعمل من 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 فتره كبيره. فهم وصلوا والفرق بقى اللي هي الملاعب دي بتاعتها اللي هو الملعب الاصلي بتاعي ما بيتضررش، ما بيقولش لا، رئيسه ما بيشتكيش الحاجات اللي عامله كده؟ لا الملاعب هناك، يعني انا الملعب اللي كنت فيه ملعب بتاع الجامعه مش بتاع البلد. ففي ملاعب كتير تبع الجامعه وفي ملاعب بتاعه النادي، فهم هناك المنظومه دي. ولكن جمهورك بيجي وراك في اي حته؟ لا الجمهور مختلف، الجمهور بره يعني ملعبي اختلف راح حته ابعد. انت لو جبت الماتشات جمهور اسفي الجمهور كله بيروح، بس جمهور اسفي في كل مكان. احنا في اوقات بنبقى احنا اكبر من الـ من الـ من الانديه الثانيه. الملعب دايما مقفول، الملعب دايما بصراحه الجمهور هناك بصراحه هو عصب كره القدم بصراحه وبيدي متعه لكره القدم. اللي انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الجمهور يخش، لان الجمهور هيخلي اللعيب صحيح والمدرب عنده شخصيه ما بيقلقش ما بيخافش، لانه مهم جدا جمهور. انا بشوف بصراحه يعني جمهور اسفي انا بصراحه على راسي من فوق، لان بصراحه هو كان سبب رئيسي ورقم واحد في وجودنا ووجودي في وجود اللاعبين والمكتب في المركز الرابع. وبتمنى لهم ان شاء الله ان هم يفضلوا كده على طول، لان خلي بالك ده واخدين احسن تالت ولا تاني بعدين احسن جمهور في العالم، لان اللي بيعملوه الشارك اللي بيعملوه وكل الحاجات اللي بيعملوها لو جبتها ده بيعملوا حاجات خطيره خطيره خطيره. ده مش انا اللي بقوله ولا هم اللي بيقولوا. طيب ده على كنت شاهد بعين بعيده عن الوداد وبعيده عن الاهلي، عين محايده، ردود الافعال بعد ما الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا من المغرب. ايه اللي حصل في المغرب سواء بالنسبه لاعلام الوداد الاعلام المغربي بشكل عام او الحاله الموجوده عند جمهور الكوره بشكل عام في المغرب غير سطلانه وجمهور الرجاء والكلام ده؟ هتكلم على الاعلام المغربي بشكل لا عام يعني. لا طبعا كان في صدمه، لان كان متوقع او كان في يعني تفاؤل ان الوداد ياخد البطوله. المباراه على استاد محمد الخامس، استاد الرعب زي ما بيقولوا. النادي الاهلي مر بالتجربه دي قبل كده، ولكن كره القدم زي ما قلت لك في الاول هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. زايد بقى هنا بصراحه بيبان الكوتش في 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 توقيت التغييرات. انا هنا في لحظه من اللحظات لما الوداد جاب جون 1-0 انا شفت الوداد ريع قوي. شفت الوداد في وقت كان لازم يعمل تغيير يملى بيه نص الملعب، لان التغيير كولر في نص الملعب ما اعتقد نزل السوليه ونزل قفشه صحيح، فنزل اتنين عندهم الكره عاليه شويه الاستلام والتسلم. الريتم اسرع، الناحيه الهجوميه من الدفاع للهجوم بتتحول بشكل كبير، ففي زياده عدديه. فتوقعت الاهلي ممكن فتوقعت ان الاهلي طالما استحوذ على نص الملعب هو الجون جه من كره ثابته، ولكن ودي ميزه عند الوداد. دي ميزه عند الوداد ان هو في الكرات الثابته بيبقى مميز فيها دفاعيا وهجوميا. ولكن محمد عبد المنعم دي ميزه عنده برضه صحيح، والاوفر اللي اتعمل ميزه عند معلول. فلما جه الجون كان لازم هنا من بدري قوي، كان الحالة النفسية اللي أنا بقولك عليها قبل المباراة إن أنت كنت مهيأ إن الوداد ياخد البطولة، فلا أنت كان لازم تقول كمدير فني يعني إن لا قدر الله لو جه فيك جون مفيش مشكلة اشتغل ويلعب، انسى الكلام اللي بيتقال، العامل النفسي اللي أنت بتهيأ بيه اللعيب. لأن وارد أنت بتلعب النادي الأهلي ونادي كبير، وارد إن أنت هيجي فيك جون، ممكن في البداية ممكن في النهاية. الأهلي حصلت مع الرجاء في الرجاء في سنة من السنين برضو نفس الشيء تقريبا قفشة أو مش فاكر حسين حد تقريبا كان جاب جون في أول ربع ساعة. فبالتالي أنا أشوف إن ما اشتغلتش الناحية التانية، اشتغلت على ناحية واحدة إن لا البطولة خلاص الوداد هياخدها، ولكن الوداد ما كانش محظوظ، ضيع أجوان كتير في الشوط الأولاني. الشوط الأولاني كان مميز، كان ماسك المباراة، ولكن توفيق كرة قدم ان النادي الاهلي ياخد البطوله، لان كان باين من بدري من ساعه ضربه الجزاء تغييرات كولر حسمت الامور بالظبط، ولكن كان باين من ساعه ضربه الجزاء الهلال ان الاهلي طالما راحت لدي هيبدا الاهلي يوصل، طالما وصلت للمرحله دي خلاص ضربه الجزاء لما ضاعت كل الناس قالت خلاص ان الاهلي لو وصل للنهائي هياخد البطوله. خلي بالك الاهلي كان محظوظ والوداد كان محظوظ الاثنين ان يوصلوا نهائي، لان برضه الوداد
مش بس مع صن داونز، لا قبليها مع سيمبا على ملعبه في ضربات الجزاء، فالاثنين كانوا محظوظين. يحيى عطيه الله اللاعب من افضل اللعيبه اللي موجوده في المغرب، باك شمال كويس، باك شمال على فكره من اسفي، يعني هو من البلد من اسفي، يعني بدا مع اسفي وتالق مع اسفي، ولكن انا اشوف مفتاح لعب ولعب كويس زي يحيى جبران لعب كويس. المغرب على فكره فيها لعيبه كتيره جدا كويسه، والميزه عندهم ان هم عندهم شخصيه، عندهم شخصيه يعني في الملعب، عندهم شخصيه. يلعب في الدوري المصري اهلي زمالك؟ لا يلعب سهل، ده هو يحترف، ما يحترف بره طبعا طبعا. طيب فيما يتعلق بالزمالك، انت كنت حابب تشرح حاجه ليها علاقه باسوريو في مساله طرق اللعب، التغييرات اللي احيانا بتكون مش مفهومه عند الناس، كنت عايز تشرح حاجه في قصه اسوريو. بص هو مدرب انا اشوفه محتاج الوقت، محتاج لعيبه كواليتي مختلف، لان طريقه اللعب اللي بيلعب بيها طريقه حديثه. انا لعبت بيها اخر ماتش، لعبت بيها السنه اللي فاتت، بس ساعات انت بتلعب بيها انت محتاج ايه، انت شايف الخصم ايه، انت محتاج تلعب بيها بباكين بس لما تيجي تلعب بثلاثه ورا، عندك الفرقه اللي هتلعبها عندها جناب قويه فهتلعب بباكين، ولا انت هتلعب بيها باثنين وينجين، وهتلعب بيها امتى ومع مين، لان الطريقه دي فيها انتشار كويس قوي، فيها انتشار هجومي وفيها انتشار دفاعي، بس دي بتعتمد على ايه؟ ان الاطراف عندك يكونوا عندهم ناحيه هجوميه ودفاعيه ومجهود كبير جدا، الاثنين اللي في قلب الملعب الديفندرين كواليتي عالي جدا، ما ينفعش يعمل ميس باص، لان لو عمل ميس باص تتقطع الكوره في نص الملعب فهتخلق لك مساحات ورا لان الجناب فاضيه. فعشان كده انا بصراحه بقول اصبروا عليه، مدرب كويس، مدرب عنده امكانيات، ولكن انا عندي جزئيه بسيطه بس انا ما بتعجبنيش، التغييرات الكتير مش في طريقه اللعب، لا هو طريقه اللعب في الاسماء، التغييرات الكتير في اللعيبه داخل الملعب، ان ما الاقي مش عارف فتوح فين، ولا مش عارف ده فين، ولا دي بتعمل مشكله في المباراه نفسها الخصم. لو خصم انا بشوف لو الماتش اللي فات الاخير انا وانا بتفرج عليه، مش كان ماتش اللي فات غزل المحله، غزل المحله، غزل المحله، غزل المحله، قلت لو 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 الغزل المحله لعب اي كره طوليه في مساحات على الجناب من غير راس حربه، لو لعب باثنين اطراف ولعب كره طوليه في الزمالك مساحه، الزمالك تتعمل له مشكله. لو انت مدير فني للزمالك، يعرض عليك الان عوده بن شرقي، عوده امام عاشور، توافق على الاثنين؟ لا واحد واحد، لا هتعمل ايه؟ لا وافق على الاثنين طبعا، توافق على الاثنين طبعا، كواليتي مختلف وكواليتي من النوعيه اللي انا بحبها، وعندهم حلول، ولازم انا في شغلي، يعني انا ما عنديش اساسي واحتياطي، انا كطارق مصطفى عندي كل اساسي، ما عنديش حاجه اسمها كلمه احتياطي دي مش في قاموسي، لان كله بيلعب معايا، كله الاثنين يرجعوا فورا معايا، كله لعب، حتى الجون الثالث الماتش الاخير لعبته، ايوه دانا وجون كويس، ومن الناشئين على فكره، وهيبقى ليه مستقبل مع المغرب، انا بقول لك هيروح منتخب ان شاء الله. فعشان كده بقول لك انا من النوعيه، لانك انت خلاص انت وصلت المرحله انت كنت بتلعب كل 3 4 ايام، وارد جدا اللي هتلاقي عندك مشاكل، اصابات، اجهاد، انذارات، طرد، فانا من النوعيه ديت، ما عندي كل الاساس، ما عنديش غيره. انت شرفتنا ونورتنا حبيب. واحنا محمود سعداء بيك وبانجازك جدا، وانا هفضل فاكر الحلقه دي وجملتك اللي انت قلتها، انه في يوم من الايام هبقى المدير الفني للزمالك، وهبقى المدير الفني لمنتخب مصر، ويا رب يبقى اول لقاء لينا بعد تولي المسؤوليه، يكون معانا ان شاء الله. نورتنا يا كابتن طارق، ويوم سعيد جدا موجود معاك، وطبعا بشكر كل الاعداد والاخراج. شكرا جزيلا ليك كابتن. كابتن طارق مصطفى، نجم النجوم، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، والراجل اللي عمل انجاز مع اولمبيك اسفي في هذا الموسم وحقق المركز الرابع، كان ضيفنا في حلقه النهارده من سوبر ليج، اللي بنختمها بكلمات مؤثره في وداعيه انيستا لكره القدم. نشوفكم يا رب دايما على خير كل اثنين وجمعه 9 مساء، شاشه اون تايم سبورتس 2. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استوديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء. Imposible imaginarme lo bonito y emocionante, maravilloso que ha sido este viaje. Llevo cosa más importante en mi corazón, que es el amor, el respeto, el cariño que nos habéis mostrado desde el primer día que llegamos, tanto a mí como a mi familia. Eso siempre estará en nuestro corazón. Y os lo agradezco, y os lo agradecemos. Han sido unos meses muy duros, muy difíciles para mí, para los míos, siendo que después de toda mi carrera quiero intentar acabar mi carrera jugando.
وده شغل بس لما شفت 10